الو عاطف وينك هلا؟ كيف؟ يا لوفا؟ شو هالحكي؟ معناتها هذا رايح على المزرعة. ليك عاطف اسمعني منيح، ما تخليه ينتبه عليك، ها؟ خليك لاحق على الدعسة. يا ربي دخيلك على المزرعة؟ معناتها لهيك مروق ومرتاح. شكله هالولد حل القصة مع أمه وراح ليجيبها. عم يساعد أبوه هذا الوحش، شفت قديش بيحبك ابنك؟ كسبت خطية الشاب على الفاضي، وأنا اللي فكرته راقد ورا النسوان. كوسر! 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 نعم إبراهيم بيك. خلينا جيب يعمل لي كم بيضة زيادة كمان. بعدين أنا صار لي 20 سنة بشرب الشاي بدون سكر، ليش حاطين المعلقة لتقلع عيوني يعني؟ هو ما بيعرف أنت شو؟ طيب هلأ برجع بنبه عليه. ايه نبهي عليه، نبهي، الله يرضى عليكي. لك ليش عم تقيمن عن الطاولة؟ كنت مرتبة كل شيء، ليش نزعت لي اياها هيك؟ جوليا بهالتياب رح تحضري الحفلة؟ لك مزينة حالك والطاولة مثل شجرة بابا نويل؟ اوف عن جد الفستان مو مناسب. هلا بلاقي حل، مو مشكلة، حليت قصص أكبر بكتير، ما رح تصعب علي هي. حليها فورا. هلا هلا. ايه كريم، شو أخبارك؟ منيح. طمني عنك. مرحبا. كيفك؟ واو. منيح. مرحبا، كيفك؟ سهلة. أهلين، تفضلوا. تفضلوا يا جماعة. يلا. اعتبروا البيت بيتكم، ها؟ نورتوا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي. مرحبا. هاي بتكون مرتي جوليا. فرصة سعيدة، أنا أليكس. مرحبا. أهلا. مرحبا. هاي. أهلا وسهلا. أهلين. مرحبا. شرفت فيكي. أهلين. مرحبا. كيفك؟ أنا مرتي. أهلا وسهلا، نورتي. تفضل. شكرا كتير، كلك ذوق. تفضلوا. أهلا وسهلا. كتير حلو البيت. شكرا. شكرا كتير. تفضلوا، ليش لسه واقفين؟ شكرا. تفضلوا. أهلا وسهلا، شرفت. شكرا. يلا تعال. يلا صبلا. لا 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 تعذب حالك، انا بصب. ليكي الطاوله شو تشرف اللوحه، شو ايه كثير حلوه. وهي لا لا كثير حلوه. يسلم. يا عمري يا روحي انتي. لك نامي بقى يا بنتي، نامي. للي شو رايك حرارتها بلكي مرتفعه؟ احكي لك حكايه يا روحي. مش اذا ما بتسكتي رح اضربك ابره. ابره شو لك مجنونه؟ مين اجا؟ روحي شوفي. شو مين اللي جاي هلا؟ حسين. حسين بيك على الاغلب اجا لهون لانه عنده عطلة، واكيد جاي لعندي لحتى ياخذ معه كم طبخة على البيت. انا طالع شوف شو بده. ملاك شوفي شو اللي جايبه بهالوقت لعندك؟ في مليون مطعم ومحل عنده أقرب له من هون، شو جابه فهميني. شبك ما قلتلك إنه عاجبه طبخي نيلي؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. يمكن ما بتفتحي المطعم بالليل، ما هيك؟ ايه والله سكرنا. معناتها رح نام جوعان. كان بيودي أعزمك لعندي وأتعشى أنا وياك، بس بصراحة في عندي ضيف.
إذا بتحب بحضر لك أي شي تاخده معك وبتاكل بالبيت. يمكن عم إزعجك معي، ما تواخذيني، كان لازم أتصل فيكي قبل ما أجي لهون. لا تفهمني غلط، في عندي رفيقتي، بقصد نيلي، رفيقتي من سنين وهي ممرضة ببورصة، واليوم رح تنام هون. عن جد؟ أنا رح أحضر لك شي تاخده معك. بدي أعزبك معي. لا ولو.